طب متسهل. احنا معانا وصفة اسمها ايه يا ندى النهارده؟ طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. طب احنا مقاديره ايه؟ لسان عصفور، ربع كيلو كبد وقوانص، زبدة وزيت، فصين ثوم مفروم، بصل متقطع صغير، فلفل أخضر متقطع صغير، كوبين مرقة، معلقة صلصة، وبقدونس فريش مفروم، ملح وفلفل. طب تمام، خلاص احنا خلصنا المقادير، نبدأ نحضر الوصفة بتاعتنا مظبوط. النهارده. أول حاجة في الطاسة هحط بس شوية زبدة، الكبد، القوانص، الفراخ من الحاجات المحبوبة، يعني بحس ان ما بيختلفش عليها الناس، وبنبقى محتارين نعمل لها شكل تقديم مختلف ازاي وسهل. فهي الوصفة بتاعت النهاردة زي ما انا شايفة كده سهلة هي وسريعة واقتصادية. القصة سريعة كلها جدا و ربع كيلو كبد وقوانص هتكفي أسرة زي ما هنشوف. مظبوط. احنا انا حطينا زبدة حطيت على النار. الزبدة او حطيت معاها شوية زيت بس عشان الزبدة ما تتحرقش، وبعد تمام كده هنزل الكبد والقوانص، هي بس متبلة بملح وفلفل وليمون عشان بس ما تمام تكونش فيها اي زفارة. بنقعد فترة في التتبيلة ولا؟ لا، ممكن نص ساعة بس قبل ما اوكي نستخدمها، تمام. انتي متبلة عشان ما تاخدش زفارة بتقولي؟ او ما يبقاش فيها اي ريحة زفارة. اوكي. في الطاسة التانية انا حطيت شوية زيت، هحط بس بقى لسان عصفور كده يتحمر ياخد لون قبل ما الكبد والقوانص تستوي. تمام. انتي بتحمري؟ طب انا بحمر لسان العصفور ليه؟ ما ينفعش احطه على طول؟ لا، مش هي يعني مش هياخد لون، اوكي احنا بنحمره فحمره لون الاول فقط. لوحده. انا عندي اضافه في الحته دي عشان الناس بس تعرف ان انا فاهمه. لسان العصفور اللي بتحمر ده عشان ما ينفش، صح، صح؟ هو عشان ما ي... معرفش اسمها ايه بيكبر دي، بينفش. ايوه عشان ينفش قوي كده وهيبقى معجن وبتاع، فالتحمير ده بيديله صدمه يبقى ناشف شويه بالظبط، يبقى ما متحمر. يعجنش زي ما مظبوط، صح بيقولوا، عشان تعرفي بس ان انا معلوماتي كامله. صح. احنا كده هنحمر على طول في الزبده. او انا بس هحط معاها الفصين توم مفرومين. تمام. انت كده حطيتيها الثوم والزبده وهتسيبيها تتحمر. طب انت بعد ما تعملي مجهود وعماله تعملي الوصفه الجميله دي، ماشي، وجوزك قال لك اكلك وحش، وبعدها اعتذر لك وقال لك سامحيني، هتعملي ايه؟ هسامحه بقى، برضو هسامحه. انت على فكره انت كيوت قوي، انا حاسه ان انت في الحقيقه مش كده. انا لا والله. انا حاسه ان انت دايما اللي بيقول ان هو متسامح قوي، ببص في الحقيقه الاقيه انسان نكدي. اوعي لا تكوني لا كده. لا والله لا. طب انت هتقولي له ازاي ان الطريقه دي بتضايقك؟ لا عادي، يعني المفروض ان احنا نتكلم، يعني الكلام والتواصل ده هو احسن حاجة في العلاقات، فانا مظبوط. طبيعي ان انا لازم لو في حاجة مضايقاني هتكلم فيها عشان ما تتكررش والدنيا تبقى احسن بعد يعني كده. هي المعلومه دي انا بس وقفت عندها رجاله، لان الرجاله ساعات ما بتقابلش مجهود المطبخ اللي الست بتعمله بكلمه حلوه، صح، فده اللي بيخليها يجي لها احباط يا عيني، وما تعملش وصفات تانية جديده، وممكن تجرحها بقى، يعني الاصعب تجرحها وتقول لها اكلك وحش، فهي كده ممكن ما تسامحش ابدا لو هي انسان نكدي زي ما بيقولوا، او ما بيسامحش بسهوله. خلوا بالكم يا رجاله، احنا ممكن هو كده مش بيحب الصنف ده نغير نغير، بس. يعني هو ده بقى لغة الحوار زي ما ندى قالت، بالظبط، صح، هو مش بيحب ده، فهي ممكن تغيره له، المهم نقوله بطريقة لطيفة ما بقاش فيها تجريح، صح؟ مظبوط، صح. بعد ما حمرنا انا كده حطيت الكبد والقوانص والثوم، هنزل بقى البصل المفروم. ثوم وكبد وقوانص متبلة في زبدة، وبعد ما الكبدة أخدت الصدمة حطت البصل، صح؟ مظبوط، صح. لكن مش البصل من الأول. لا لا، هو البصل اول عشان حاجة يدبل. الثوم. اول حاجه الثوم، ريحتها حلوه، اي حاجه فيها ثوم يا جماعه بتدي الثوم مع ريحه. الزبدة بيبقى تحفة. الثوم ده بيدي ريحه السحر والله بالنسبه للاكل، بحس كده. هحط بعد البصل الفلفل الاخضر بقى اللي متقطع. تمام. ممكن فلفل الوان ولا مش هيبقى لايق؟ لا، طعمه مش هيليق قوي، هو الفلفل الفلفل الاخضر الاخضر هيبقى. سبحان الله ليه تيست كده ايوه، وريحه. مع البصل كمان. اول ما بيتحط على النار بيبقى ليه ريحه بتاعته، حتى مش بنلاقيها في الفلفل الالوان صح. خالص. بيقعد قد ايه بقى في لا، القصه دي؟ بتاخد بس 5 دقايق تقريبا، هي تشويح بس. ان هو عشان الخضار يدبل زي ما بيقولوا. مظبوط، صح. اوكي تمام. بس انا بعد كده بقى عندي لسان عصفور هنا اهو متحمر، هنقله بقى على الخلطه اللي احنا عاملينها دي، الكبد والقوانص مع اوكي البصل والفلفل. حطي عليهم لسان العصفور. اهو. طب انت بعد ما عملتي برضو الوصفه دي يا ندى، ولادك طلبوا ديليفري، هتعملي ايه؟ لا، هشوف هما هتسامحيهم؟ بيحبوا ايه، يعني هتسامحيهم؟ هسامحهم لان ممكن هما ما يبقوش حابين الاكله دي، فافهم انتوا بتحبوا ايه، طيب نجرب نعمله في البيت. انا معانا بنت كيوت قوي، يعني انا معايا بنت، انا بحاول اطلع منها اصل اي حاجه نكد. الاكل، لا الاكل كمان اذواق، يعني انا ممكن ابقى يعني حابه مفيش حاجه. مش نكديه خالص، انا المفروض اجيب حد بحاول نكد والله. يعني.
يعني فعلا بس احنا كده بعد ما شوحناها هننزل بقى عليها بكوبايتين من المرقه. أوكي. مرقه او شوربه المتاح. تمام. بعد ما خلصنا تقليب يعني ادينا له تقليبه كده مع الخضار هنزل بقى عليه المرقه. تمام. الماء انا مش حاسه ان انت قلتي معيار، هي يعني مجرد ان هي تغطي كوبايتين كبار على الكميه دي يبقى كوبايتين كبار. اوكي. انا حاسه ان هي يعني حطت مرقه لمجرد ان هي غطته. تقريبا تغطى بس كده. هي الفكره ان احنا يستوي يعني يبتدي بس يخش في السوى، بعد كده بقى هننقله. انا بتكلم كده لان ساعات لسان العصفور بيبقى الميه قليله عليه فبيبقى جامد شويه. لا كده هو بهتم بالمعيار. كوبايتين تقريبا المعيار. اوكي. احنا بعد كده هحط بقدونس مفروم شويه بس صغيرين، وهسيب الباقي هنزين بيه. اوكي. وبعدين هحط معلقه صلصه. معلقه كبيره. ما ينفعش احط كاري؟ لازم صلصه؟ لا صلصه. حاسه الكاري هيبقى طعمه غريب معاها مع الكبد والقوانص. يعني الكاري بيمشي اكتر مع الفراخ كمان. اوكي. بعد ما هتاخد غلوه حطينا حطينا الصلصه، هحط بس ملح وفلفل. اوكي. هي انسان متسامح ندى، عشان كده بتعمل اكل بمود مزاج. الانسان النكهي ده زي ما بيقولوا المطبخ او الاكل بياخد النفس الست. طبعا. فانت لو ست على طول نكديه ومش عندكيش قدره التخطي والتسامح الاكل هيطلع وحش، صدقوني. صح ولا لا؟ صح. كده بعد ما عملنا لسان العصفور وحطينا له الشوربه هتنقليه في الطاجن. هنقله بقى في الطاجن. اوكي. دي اخر حاجه. انا بعد كده بس هدخله. خلي بالك انا حاسه هدومك ايه هتتبهدل، خليه قدام يعني، حاولي تطلعي قدام. ايوه كده. ده كده خلاص هندخله بس هندخله بس الخطوه اللي قبل ما يدخل الفرن على طول. انا ممكن بس على الوش بقى يعني خطوه بقى التزيين. ممكن بقى نحط شويه بقدونس، نحط كم طماطميه، ممكن نحط معلقه زبده بس على الوش تدي لون كده. بس هدخله بقى الفرن. بياخد تقريبا 4-5 دقايق هنحمر بس الوش بتاعه. هندخلها في الفرن. اوكي. يعني زي ما ندى قالت هو بس القصه يعني هندخلها الفرن كده على طول صح؟ اوكي. طب لسان العصفور ينفع ابدله برز او بحاجه تانية ولا هو رز؟ ممكن يتعمل برز يبقى طاجن برضه عادي يعني. طاجن فريك. لسان عصفور ممكن فريك، الناس اللي بتحب الفريك، والفريك طبعا مغذي اكتر حاجه فيهم يعني. بس هي نفس الخطوات لو انا هعمله بالفريك ولا الفريك بحس ان هو قاسي شويه، محتاج ان هو اعمله ايه؟ بيحتاج يتنقع الاول. بس ايه الميزات اللي في الفريك مثلا اللي في لسان العصفور اخترتيها ما اخترتيش الفريك؟ لسان العصفور اسرع. وبعدين الصغيرين بيحبوه يعني. الولاد الصغيرين بيبقوا واخدين عليه اكتر في الشوربه وكده، فلما بيتعمل طاجن بيبقوا حاسين ان هو وجبه سريعه وسهله بالنسبه لهم. غير الفريك، الفريك برضو تقيل شويه. ده تقريبا الطاجن ده هيكفي كام فرد من الاسره هنا؟ ده اسره تقريبا 4 افراد. احنا كده 4 افراد عملناها بربع كيلو كبد وقوانص وتقريبا باقي خضار ولسان عصفور، حاجات يعني كلها بسيطه جدا يعني. اكله اقتصاديه وسهله. وكده زي ما شفنا زي ما ندى عملت لنا ده الشكل النهائي بعد ما هتطلع من الفرن، ده الشكل النهائي بتاع وصفتنا النهارده. لسان عصفور، طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. وصفه اقتصاديه جدا، وهو ربع كيلو كبد وقوانص فراخ هتكفي اسره كامله ومشبعه وريحتها حلوه وان شاء الله مغذيه وهتعجبهم. بشكرك يا ندى، تسلم ايدك، وان شاء الله اشوفك في حلقه تانية بوصفه تانية باذن الله قريب ان شاء الله. جربوا وصفه ندى، الوصفة سهلة وبسيطة واقتصادية، هو ربع كيلو كبد وقوانص فراخ وهتكفي أسرة بحالها، وإن شاء الله تعجب الولاد وتنفذها بكل سهولة. وهشوفكم في حلقة تانية بوصفة جديدة زي ما عودتكم، والحياة أنت وهي.